خيو لحلف بالتين، خيوه وبطور سنين، خيوه يروح العالم كل العالم، خيوه وتبقى فلسطين. الله أكبر. أرى تاريخ أجدادي على الأسوار، وتاجا من رؤى الماضي تزينه ورود الدار. هي من الكلمات التي غناها للمدينة المقدسة، وهو اليوم على أرض مسجدها يلامس حجارتها ويصلي على أرضها. سعدون جابر الفنان العراقي الذي كان دائما صاحب قضية هنا في زيارة تاريخية. أمنية العمر وقد تحققت بوجودي في هذا المكان الطاهر، وقد أخبرت سيدنا المطران كان بودي أن أقبل يديه على الكلام الذي قاله لولا أنها عادة فارسية. بارك الله فيكم. لله دين واحد وإن تعددت الأسماء. جئنا في حضرة موطن الأديان. أنا جئت لزيارة بلدي، لعلاقة بفلسطين. العراق وفلسطين شعب واحد وأرض واحدة، وهذا المكان المقدس يكاد يسكتني، يعني لا أستطيع أن أتحدث. أنا في لحظة خشوع تام الآن. وتأتي زيارة الفنان سعدون جابر الأولى إلى فلسطين للمشاركة في الحفل السنوي لتكريم شخصية العام الذي تنظمه مؤسسة سيدة الأرض، واختياره سفيرا للمؤسسة لهذا العام. كما أن الزيارة سبقها زيارات للعديد من المناطق الفلسطينية والمخيمات، كان من أبرزها الزيارة التضامنية للخان الأحمر. من القدس تحية لبغداد وللشعب العراقي الأبي الذي وقف دوما إلى جانب الحق العربي والقضية الفلسطينية. لطالما كان فنانون عرب أمثال سعدون جابر أصحاب رسالة حرية وكرامة في بث الروح الوطنية بين أوساط الجماهير العربية، وقد وثقوا بأعمالهم محطات نضالية بقيت راسخة في أذهان الشعوب، ليثبتوا أن رسالة الفن والثقافة لا تقل أهمية عن أدوات النضال الأخرى إذا ما كان الوطن بوصلتها. من بلاد الرافدين إلى أرض ثالث الحرمين، رسالة عشق عنوانها أن القضية ستبقى حاضرة في الوجدان طالما نادى باسمها قلب عاشق أو قلم شاعر أو حنجرة فنان. لفضائية معا، نعم عدوية، القدس المحتلة.